لا زالت أسعار البيت تعرف ارتفاعا ملحوظا بمختلف المدن المغربية، بحيث بلغ ثمن البيضة الواحدة درهمان وخمسون سنتيم، فيما بلغ ثمن البيضة البلدي درهمان وخمسون سنتيم. وعبر مجموعة من المغاربة عن غضبهم الشديد تجاه ارتفاع أسعار البيض الذي يعد من المواد الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل يومي، الأمر الذي دفع كاميرا أشطار 24 إلى زيارة أحد محلات بيع البيض بالجملة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع ثمن البيض. مرحبا بكم في المحل ديالنا. الثمن ديال البيض تعرف واحد الاستقرار اكثر من واحد 6 شهور، الثمن تقريبا هو تيلعب ما بين واحد 5 سنتيم طالع هابط، هادشي اللي كاين. يعني الثمن الجمله داير بحال اليوم داير 133 سنتيم، 133 35 المده ديال واحد 6 شهور تقريبا نفس الثمن. شنو الاسباب يعني اللي ادت للارتفاع ديال البيض والاستقرار ديالو في الارتفاع؟ اش نقول لك، هو بصراحه باش نكون معك واقعي، السلعه موجوده، السلعه موجوده والخير موجود، وعندنا البيض موجود بواحد الكثره والجوده. الثمن والاسباب الارتفاع هذا يعيشه العالم كامل، نظرا للتضخم، نظرا لبزاف ديال المسائل، وارتفاع المواد الاوليه اللي خلات السوق يعرف واحد الاستقرار في واحد الثمن اللي هو مرتفع بزاف، وتنظن اللي الثمن ولا عادي جدا. شحال دابا وصل الثمن ديال البيض؟ الثمن ديال البيض اليوم ثمن الجملة 133 سنتيم، 133 سنتيم الثمن اليوم، الثمن ديال تقريبا ماشي غير اليوم، هذا واحد 6 شهور هو داير الثمن هذا. هذا الثمن ديال الجملة؟ ثمن الجملة، التسقيط التسقيط 28 29 حتى 30 الماكسيموم 30 درهم ونص. أنا كنعرف ملي كيكون إقبال أكثر يعني الثمن كيكثر، أنت قلتي لنا في الأول بأن السلعة موجودة بزايد، دونك ملي كيكون ملي كتكون السلعة موجودة بزايد الثمن كيهبط. اش نقول لك، الثمن دابا ديال البيض، الثمن هذا هو اللي ولا دابا كاين في السوق في المغرب كامل، والثمن اللي ولا تيتعايش مع المواطن، ولا ثمن تقريبا بالنسبه للمواطن عادي جدا. هو راه كاين واحد الارتفاع ما تنكروهش، فهمتي، ولكن حنا بالنسبه لينا حنا كبيع وشرايا، فحنا راه شنو تنديروا، حنا تنبيعوا عندنا واحد البينيفيس ديالنا، حنا ما عندناش مشكل السوق يكون طالع ولا رخيص. المشكل فين كاين؟ المشكل حنا من المواطن، المواطن تيحسب له حنا اللي زدنا، المواطن تيبقى علينا حنا باللوم، خصك تشرح ليه كيفاش وكذا، حنا اللي جينا في الواجهه. اما بالنسبه للمنتجين واللي عندهم البينيفيس طالع وكذا، هذاك حتى شي واحد ما تيسولهم، حتى شي واحد ما فهمتي، هذوك في الخفاء، حنا اللي هما اللي جينا واكلين العصا وحاسين بالمواطن وعارفين المواطن واكل العصا. واش يعني الثمن حاليا بلدي مرتفع واصل 28 30، يعني واش كت زعما واش الثمن غادي يطلع قبل رمضان؟ واش نقول لك، هو المتوقع، المتوقع العادي مثلا بالنسبه لنا حنا، لا تجار ولا مواطنين ولا السوق، تنتوقعوا باللي غيكون واحد الانخفاض، وسميتو راه هضره السنه يكون واحد الانخفاض ان شاء الله، كلشي كيتوقع هادشي نظرا لوجود السلعه والبيع والشراء عادي جدا، ما كاينش شي زعما شي اقبال، ما تنظنش انا يرتفع. يعني كتظن ان الاستقرار ديالو غادي يبقى حتى وهو شوف، هو الاستقرار، الاستقرار بالنسبه للبيض هو واحد تقريبا، ما نقدرش نقول لك يقدر يطيح اقل من درهم، واحد درهم و10 سنتيم، واحد درهم و20، واحد درهم و5، هذا هو الاستقرار اللي خصو يكون فيه البيض. الثمن اللي هو الصراحه بالنسبه لي انا كبيع وشراي والرؤيه ديالي للسلعه بشحال كتقام، وهذا فهذا هو الثمن المعقول والمنطقي. اما الثمن هذا كاين شويه ديال المبالغه فيه بصراحه. يعني انت كتشوف بان ما يقدرش يهبط من اقل من درهم؟ لا تنظن، حتى بصراحه حتى القيمه ديالو راه هي قريبه من درهم جد باش كتقام البيضه، ما نظنش يطيح اقل من درهم. الاستثناء هو ما واجهناه اليوم، البيض موجود بكثره في السوق بينما الطلب عليه تراجع بشكل كبير، الامر الذي عاده ما يؤدي الى انخفاض قيمه هذه الماده، لكن الثمن يواصل الارتفاع.